وبعدين عيد الميلاد ادي 2، عيد الغطاس 3، احد الشعانين 4، معايا؟ عيد القيامة 5، الصعود 6، 7 عيد حلول الروح القدس. 7 أعياد سيدية كبرى وكل حاجة فيهم تهمنا، بداية من البشارة، من عيد البشارة سبب للصعود. البشارة خلت المسيح نزل على الأرض، تبشروا الملائكة وتبشرنا بوجود المسيح اللي هياخد جسدنا وعيش معانا، وبعدين اتولد، وبعدين عيد الميلاد، وبعدين الغطاس، وبعدين اللي احنا قلناه كله. يعني سبب الصعود البشارة، وسبب الميلاد الصعود، وهكذا 7 أعياد سيدية كبرى. النهاردة العيد العظيم عيد حلول الروح القدس على التلاميذ، عيد حلول الروح القدس علينا. احنا طبعا خدنا الروح القدس في المعمودية زمان، بس اللي فينا مشتعل بالروح هو ده اللي الروح القدس شغال فيه، انما اللي فينا طافي الروح، الروح القدس خامل مش بيعمل. عشان كده الكتاب قال لنا لا تطفئ الروح، وقال لنا في حتة تانية لا تحزنوا الروح الذي فيكم. لو سمعنا النهاردة، لو كنا ركزنا في البراكسيس اللي اتقرأ، تعالوا نشوفه بسرعة في 5 دقايق عشان الناس اللي عندها أشغال ما نعطلهاش. في البراكسيس بيقول فلما حضر يوم 50، واحنا قلنا يوم 50 ده يوم 50 يوم من القيامة، كانوا سموه البندقسطي، أي يوم 50، أي 50 يوم بعد القيامة. كان الجميع معا بنفس واحدة، وصار من السماء بغتة صوت كصوت الريح العاصفة، فامتلأ كل البيت حيث كانوا فيه جالسين. ظهرت لهم ألسنة منقسمة مثل النار، واستقرت على كل واحد منهم، فامتلأ الجميع من الروح القدس. تعالوا نتأمل في الجملة دي، فيها 4 حاجات تهمنا، 4 حاجات تهمنا. لما حضر يوم 50 كان الجميع بنفس واحدة، صار صوت من السماء صوت كهبوب الريح. أول حاجة صوت، 4 حاجات ناخد أول حاجة منهم صوت. يا ترى الواحد بيعرف يميز صوت ربنا؟ يا ترى احنا في وسط زحمة العالم وفي وسط أشغالنا الكتيرة ودماغنا المشغول بكل حاجة، كل حاجة دماغنا مشغول بيها، حتى سامحوني معلش يعني مشغولين بمسلسلات رمضان، مشغولين كل واحد فينا مشغول، معاد المسلسل الساعة كام لحسن يفوتني، أصلها الحلقة قفلت امبارح على حاجة لازم أعرفها النهاردة. طب يعني الحلقة اللي قفلت امبارح هتخليك تميز صوت ربنا ايه؟ أعرف أميز صوت ربنا من خلال الهيصة اللي أنا عايش فيها دي، من خلال التلفون اللي داوشني ليل نهار، والنت والفيسبوك اللي أنا داخل طالع فيه مش بسيبه. إزاي أعرف أميز صوت ربنا؟ اللي يعرف أميز صوت ربنا اللي تعود عليه، اللي قاعد دايما في هدوء، اللي قاعد في هدوء يعرف يميز صوت ربنا. زمان الكتاب قال عنه كحفيف الأشجار. عارفين حفيف الأشجار؟ شوية الهوى اللي بيجوا كده على الورق، حاجة خفيفة قوي. الواحد يعرف يميز صوت ربنا كده، أعرف لما أسمعه أحس إن هو بيكلمني فعلا، أعرف لما يكلمني، لما يتقرأ إنجيل وتيجي كلمة على وجعي أعرف إن ربنا بعت لي الكلمة دي أنا عشان أفوق. أعرف أعمل زي بطرس لما قال له في مرة من المرات وهو حاسس بانكسار وحاسس إن هو إنسان مش كويس من جواه، قال له أخرج من سفينتي يا رب لأني إنسان خاطئ. أعرف أقول له كده، مش أعرف أقول له أخرج يعني أنا مش عايزك. بطرس ما قالوش كده، ما قالوش أخرج أنا مش عايزك،
قال له انا خجلان منك، انت جاي لغايه عندي تسكن فيا وتطهرني، واللي مره انت تطهرني انا اعمل الوحش اللي وسخني من جديد؟ عشان كده لو انا قادر اعرف صوت ربنا اعرف اميز صوت ربنا. اول حاجة الصوت، تاني حاجة ريح كهبوب العاصفة، ريح كهبوب العاصفة. على فكرة الريح ما دخلش في كل البلد، الريح جه حيث كانوا مجتمعين، يعني بس الريح جه في العلية بس، يعني مش هيجيلك الريح غير وانت قاعد تتكلم عن ربنا بس، مجتمع تتكلم مع ربنا او عن ربنا. يعني لو قاعد قاعدة جلسة ما فيهاش المسيح مش هيجيلك ريح، الريح اللي هو الروح القدس مش هيجيلك. والريح لما دخل، دخل من شباك للقاعة اللي احنا قاعدين فيها او اللي كانوا قاعدين فيها، يعني مش كل البلد خدت الروح القدس. حيث كانوا مجتمعين، لما احنا بنجتمع حتى نتسامر بنتكلم عن مين؟ ننم ولا نجيب سيرة الناس ولا نجرح فيهم ولا نقطعهم ولا نعذرهم؟ احنا بنعمل ايه؟ الريح يجيلك الصوت، صوت كهبوب الريح. صوت ربنا بيجيلك احيانا يجيلك شديد قوي كهبوب الريح. عارفين الريح الجامدة تعمل ايه احيانا في الشارع؟ تهيج التراب، تشيل التراب. ولما يجيني هبوب ريح، الله بيبعت لي الروح القدس يطير التراب اللي جوه قلبي، يطير روح مش حلوة جوايا، يطير فكر مش نقي جوايا. هبوب ريح جوايا، حاجات وحشة لسه ما زالت، إذا ما قدرتش أميزها من خلال الصوت يجيني هبوب الريح يمشيها. لو أنا عاوز، لو أنا فاتح الشباك عشان الهوى يخش طير اللي فيه، لو أنت عندك استعداد تستقبل الروح القدس في حياتك، لو عندي استعداد هيجيني الروح القدس يطير كل فكر وحش، يطير فكر انتقام، وطير فكر مش حلو جوايا، وطير فكر بيعزلنا عن المسيح، وطير فكر مراءاه للناس، يطير حاجات كتير قوي، يطير فكر كسل ان انا مش قادر اقوم اقرا انجيل واتمتع بوجود ربنا في حياتي. نمره واحد كان صوت، نمره اتنين الصوت كان هبوب ريح، نمره ثلاثه امتلأ البيت. امتلأ، يا لما تقبل نعمه ربنا تتملي، لما تقبل نعمة ربنا يملاك تفيض، ولما تقبل نعمة ربنا وتفيض ما تتعبش أبدا. زمان مرة شمشون موت 1000 واحد بلحى حمار فلسطيني، مسك كده لحية حمار ميت ناشفة موت بها 1000 واحد. الكتاب بيقول انه بعد ما موت الالف دول عطش قوي، وبص للسماء قال له يا رب هو انا بعد ما موت 1000 واحد اموت عطشان؟ يرضيك يا رب؟ ده انا مش قادر اقوم من مكاني، انا عطشت يا رب. قوم ربنا يقول له معقول بعد اللي تعمله ده اسيبك تهلك؟ قوم في الصخرة هتلاقي مية. وقام شرب من الصخرة. وانت ما نفسكش تشرب من الصخرة، ما انت بتدوحر في العالم كتير، ما انت احيانا ما تعرفش صوت ربنا، احيانا ما تعرفش تميزه، كلنا ما نعرفش نميزه، احيانا ما نحسش بهبوب الريح، نقول هما شوية هوا وعدوا. لا، مش عم عدوش، دول جايين لك. تفكيك ضميرك ده جاي لك انت، لما ضميرك يوجعك وربنا يستخدم ضميرك عشان تصلح نفسك ما تسكتوش، ما تموتوش، اسمع له، قوم. لما حد ينصحك ويرشدك ما تقولش وانت مالك، ولما الكنيسة تقولك اعمل الصح ما تزعلش. ولما نشد على اولادنا في الكنيسة عشان يطلعوا كويسين
محدش يزعل، ده احنا بننصح والكتاب قال لنا كده، كلنا قال لنا قلبنا على بعض، واللي بينصح ويرشد انسان محب، اللي بينصح ويرشد انسان محب. عشان كده لما الروح يتكلم جواك ما تزعلش، لما واحد يبص لك ولا يبص لك ولا يبص لي عشان اصلح نفسي ما زعلش. رسالة جياني امتلاء، عايز امتلي، عايز اتملي، لما اشعر بصوت ربنا واعرفه، ولما احس بهبوب الريح اللي شغالة تنظفني، ولما اتملي هشبع، ولما اشبع زي ما قال الكتاب هفيض. النقطة الرابعة، تجري من بطنه انهار ماء حي. قال هذا عن الروح المزمع انه يأتي. يبقى الروح اللي فيك بيخليك تفيض انهار ماء حي. يا ترى احنا بنفيض قدام الناس انهار ماء حي، ولا احنا المية اللي عندنا نشفت؟ لو المية اللي عندك نشفت مش بتفيض، يبقى الكوباية نقصت، يبقى الحنفية اتقفلت، يبقى انت قفلت الحنفية، الروح فيك مش مشتعل. زي ما قال الكتاب يبكت على اسم وعلى بر وعلى خطية. يبكت على اسم ليه؟ لان في بينك وبين ربنا حتة كده، بعد ما ربنا زال العلاقة الوحشة اللي بين السماء والارض حطتها تاني ليه؟ بعد ما خدت الخليقة الجديدة من خلال المعمودية واتمليت بالروح القدس، ابتدت ترجع تاني لقديمك ليه؟ يبكت على اسم وعلى بر، لان المسيح معاك مش قادر تبقى بار زيه، مش قادر تتعلم منه حتة بر صغيرة تنفعك في ابديتك، وعلى خطية لان احنا شايفين المسيح وما زلنا بنعمل خطية مش عايزين نتصلح. يجي الروح يبكت عشان يملى، يجي الروح يبكت عشان تفيض. لو سمعت صوت ربنا حتى لو كان صوت هبوب ريح امتلأ البيت، ياه لما امتلي من نعمة ربنا، لما امتلي من نعمة ربنا ولادي كلهم يبقوا مليانين بالكنيسة، وولادي كلهم وجراني يقولك فلان فلانة ده بتتكلم عن ربنا دايما، عمرها ما جابت سيرة حد، دايما اللي في بالها وفي عقلها وفي فكرها صوت ربنا للناس. هو ده اللي ربنا عايزه منك النهاردة. عايز اقول لك خلي الروح القدس يشتعل فيك، خلي الروح القدس يشتغل فيك، تتملي، تسمع الصوت، تحس بيه، تتملي وتفيض. كل سنة وانتم طيبين، لأجل الوقت عشان أشغلكم، لله المجد من الآن ولا الأبد. عشان أبيب شويت بي انت ادبي ساني من شاي هنا انت